حتى لا تنخدع وانت بتشتري الايفون، تابع معانا تلك الهبدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هبدة تكنولوجية جديدة. ولكن قبل ان نبدأ تلك الهبدة، لا تنسى اللايك العظيم، يليه السبسكرايب المتين، بعد كده فلتفعل النوتيفيكيشن بيل كي يأتيك منا كل جديد. ولو لسه فاضي انزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي الفيسبوك بيج والانستجرام بيج، يبقى اعمل لنا فولو وبس كده. يلا خلونا نبدأ تلك الهبدة. ليتس جو. هتروح تشتري ايفون جديد، في شوية حوارات كده هقولك عليها، او بعض الخطوات العظيمة المتينة امشي عليها حتى لا تنخدع يا صديقي الهبيد. لكن قبل اي حاجة كده عايز اقولك ان الايفونات كلها على مستوى العالم بتيجي بجودة تصنيع واحدة، عشان في ناس بتقولك الله ده الياباني، اصل ده امريكي، اصل ده بتاع شرق الاوسط، ده بتاع كندا، كل ده فيستك. الايفون بيجي كلها معايير جودة واحدة، الياباني، شرق اوسط، امريكي، صيني، الكلام ده كله بتبقى حاجات في السوفت وير. هديك مثال على كده، مثلا الايفون بتاع اليابان، اليابان مشترطة على شركة ابل ان اي ايفون ينزل الشاتر بتاع التصوير يفضل شغال على طول حتى لو الموبايل معمول له سايد. مثال تاني بتوع الشرق الاوسط اللي هو احنا العرب يعني، برضو مشتركين على ابل، اي ايفون ينزل لازم يكون معلهوش الفيس تايم، وهكذا يعني. هي دي بتبقى حاجات بسيطة جدا، فروقات بسيطة، انما كجودة تصنيع وكضمان الكلام ده كله بيكون ثابت على مستوى العالم كله. نيجي بقى للخطوات يا معلم اللي انت لازم تاخدها وانت بتشتري الايفون بتاعك. يلا بينا، هنقسم الخطوات دي اتنين. الخطوة الاولى حاجات انت بتعملها قبل ما تشتري، يعني وانت لسه كده واقف عند الراجل، والجزء الثاني هتعمله بعد ما الف مبروك تشتري الموبايل وتروح بيتك. خلينا نبدا بالحاجات اللي هتعملها وانت عند الراجل، يلا بينا. واحد، تحري الحرص وانت بتشتري الايفون بتاعك، يعني حاول تروح لمكان معروف، مكان لوكيل، حاجه يعني حاجه بلاش الحاجات المحلات تحت بير السلم والكلام ده. ثاني حاجه، بعد ما الراجل اداك العلبه وخلاص بقى هتشتري وهتدفع الفلوس، استأذنه فإنك بس عايز تشيك على كام حاجة كده قبل ما تدفع الفلوس بتاعتك. الراجل المفروض هيديك عادي العلبة اللي انت هتشتريها. سكت العلبة، في ظهر العلبة يا صديقي، في ظهر العلبة، مش عارف بقى هتظهر في الكام ولا لا، أول يعني مش عارف هتظهر، مش عارف، أول حاجة خالص أول سطر مكتوب فوق يبقى مكتوب الموديل نمبر. المودلز الأبل مقسماهم ثلاث أنواع، جديد ومجدد ومستبدل. انت طبعا كواحد رايح تكيش هتدفع، عايز الجديد يا معلم، انا مالي ومال المستعمل ده ولا المستبدل ولا المتجدد، انا عايز واحد جديد انا اول فتحه فيه، يا اول انا فتحه فيه اكون انا اول واحد افتحه يعني. الجديد ده قبل بترمز له بحرف الام، فاهم حاجه ان يكون اوله ام. تاني حاجه، لو لقيت الموبايل اوله الموديل نمبر اوله حرف اف، اف ده يعني مجدد. مجدد يعني الموبايل ده كان فيه مشكلة ما والناس رجعته، وبعد كده ابل اخدت الموبايل ده صلحت العيب اللي فيه ورجعت طرحته تاني في الاسواق. الموبايل ده بيكون عادة سعره ارخص من الام اللي هو الجديد بحوالي 100 او 150 دولار، لكن موبايل طرحه ابل بيشمل الضمان ومفهوش اي مشكلة، لكن كل القصة انه كان مع واحد وكان فيه مشكلة ورجع لابل. نيجي بعد كده للمستبدل، ده اول حرف بيكون ان، وده واحد اشترى الموبايل بعد كده راح قعد يوم اتنين غير رايه وقام رايح مرجعه لاي سبب بقى، عايز ياخد فلوسه، عايز يعمل ترقي الموبايل احسن، او ايا كان يعني. المهم ان هو موبايل ما فيهوش اي مشكله خالص، لكن صاحب الموبايل ده رجعه تاني. الستور بياخد الموبايلات دي بيرجعها لشركه ابل وبترجع تاني تفرمطها وتظبطها وتغلفها وترجع تاني بتعملها اعاده طرحها في الاسواق، لكن برضو بيكون نفس القصة ان سعره بيكون اقل من الجديد برضو بحوالي 100 او 150 دولار. خلاص اطمنت على الموبايل بتاعك، اوله ام، جديد وزي الفل، فاضل تعمل خطوة اخيرة. على ظهر العلبة من ورا هتلاقي فيه السيريال نمبر، هسيب لكم تحت في الديسكريبشن ويب سايت اسمه imei24.com. كل اللي عليك هتاخد السيريال نمبر للعلبة من ورا وتكتبه في الموقع ده، يطلع لك مجموعة بيانات هيجيب لك تاريخ حياة هذا الموبايل. في حاجات معينة هتبص عليها في البيانات دي، من أهمها هتلاقي في حاجة اسمها الاكتيفيشن ستاتس، خش عليها المفروض
انه ما يكونش activated. يعني مثلا انا حاطط لك دلوقتي في الهده دي هتلاقي مكتوب activated لان انا خلاص الموبايل انا اشتريته وشغلته فطلع لي activated. انت المفروض ما يطلع لكش ان هو activated. تاني حاجة الاستيميتد بيرتشيز ديت او تاريخ الشراء. المفروض برضو ان انت لسه ما اشتريتش الموبايل ده جديد، محدش اشتراه، المفروض تاريخ الشراء ده يكون ما فيهوش اي حاجة. بعد كده انزل تحت شوية في البيانات دي هتلاقي فيه ثلاث حاجات تحت بعض المفروض الثلاث دولت يكونوا نو، واللي هما registered device replaced by apple loaner device. الثلاثة دول المفروض يكونوا نو. اي حاجة من دي طلعت مش مظبوطة قول له لا يا عم انا عايز موبايل تاني اكشف عليه غير ده ما يلزمنيش يا معلم. اشتريت الموبايل خلاص اخدته معاك البيت، الف الف مبروك يا ريس. هتروح تفتح الموبايل بتاعك وتعمل السيت اب، بعد كده هتمشي على الخطوات دي علشان بس زيادة تيقن. هتروح على settings، بعد كده تروح general، بعد كده هتروح على about. هتطابق البيانات اللي موجودة في about مع البيانات اللي موجودة في ظهر العلبة بتاعتك. لو طلع اي اختلاف عن البيانات اللي طلع لك من الموبايل نفسه مختلفة مع العلبة، تاخد بعضك وترجع للمحل اللي اشتريت منه وترجع الموبايل وتقول له معلم عايز موبايل تاني غير هذا الهاتف. تاني حاجة تعملها برضو تفتح السيتنجز، تنزل تحت شوية هتلاقي فيه باتري، خش على الباتري هيلث وتشوف الماكسيمم كاباسيتي. المفروض انها تكون انك لسه شاري الموبايل تكون 100%. لو طلع لك اي رقم غير 100% حتى لو طلع لك 99% من حقك تروح ترجع الموبايل ده وتاخد موبايل جديد. تقريبا دي اهم النقاط اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري ايفون جديد. وبس كده، ونراكم في حلقات قادمه ان شاء الله. ما تنساش لايك العظيم يليه سبسكرايب المتين، وبعد كده فلتفعل النوتيفيكيشن بيل كي ياتيك منا كل جديد. وبس كده ومش هنتقل عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.